للوزارة، وبيحتاج كل فترة انه بيعمل تقييم اداء للوزارة، وبناء عليه بيبتدي التعديل محدود. طبعا في حاجات انا ما اقدرش، يعني انا راجل تشريعي، الرؤيه بتاعت التنفيذيه او السلطه التنفيذيه او رأس السلطه التنفيذيه هو الذي يستطيع تقييم اداء الوزير طبقا للبرنامج الحكومي، سواء رئيس الوزراء او رئيس الجمهوريه. لكن احنا كاعضاء دورنا ان احنا بنراقب هؤلاء الوزراء ونشوف عملهم ايه، ونعمل طلبات احاطه واستجوابات ليهم في حاله الخطا. ومش معنى بعمل طلب احاطه ان بقول للوزير كابتن احمد واطلع، لا، ان انا لما يكون في خطا شايفه بعدل الخطا اللي موجود عليه. وجهه نظري الشخصيه برضو ان ما اقدرش اعلق واقدر اقول مين هيقدر يجي ومين هيقدر يمشي، لان زي ما استاذنا الكبير مصطفى بيبكري قال دي كلها عباره عن ايه؟ تكهنات. لكن احنا بنطبق اللائحه، بنطبق القانون، ان لما يكون في تعديل وليس تغيير وزاري، ان انا طبعا اتفق معاه ان التعديل معناه ان رئيس الوزراء الحالي هو اللي بيشكل الايه؟ الحكومه. التغيير ده بيجي رئيس وزراء جديد وبيعرض البرنامج وبيبتدي يعمل تشكيل، وده ياخد وقت. يعني بكره التعديل معناه انه لازم يحضر رئيس الوزراء، مش كده؟ طبعا. طبعا الى حد كبير يعني. طبعا. وبرضه احنا يعني العمل التنفيذي حاليا هو عمل شاق ومتعب.